حرب غير معروفة وكل الناس مشغولين فيها نتركها لله عز وجل فهو أعلم بما خلق وعلينا بالذكر المتابع لهذه المعركة معركة روحانية مع الجن والإنس والصالحين ضد الفاسدين ونحن مظلومون بهذه المعركة التي جاءت علينا من كل حدب وصوب ولكن الغالبون هم نحن الغلبة لأهل الإسلام وللأمة جميعا فلا تخافوا هذا معركة مع الجن لأنها من الجن وسيأتي وقت تندثر كما اندثر غيرها من الجن الفاسقين اثبتوا أماكنكم ولا تخافوا قادم من يطهر هذه الأرض فهو المهدي عليه السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أهل السنة والجماعة نتبعهم ونتبع آراءهم وعلمهم وحركاتهم ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله من أرجح العرب ميزانا وأفصحها بيانا وأوضح الطريقة ونصح الخليقة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اثبتوا مكانكم ولا تخافوا.